السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد مع الجديد في قناتي اللي كنتمنى دائما يكونوا وصفاتي في المستوى ويعجبوكم. واليوم غادي نقدم لكم مجموعه من المقبلات اللي كيجيو لذاد وكيجيو مرافقين لجميع المشاوي او للقضبان، وكيبقاو محافظين يعني في الثلاجه مده طويله. فغنبداو على بركة الله بيوريكم الطريقة الأولى، وهي المخلل ديال الدنجال. اللي كناخدو الدنجال وتنحيدو له شوية من الراس يعني ديالو، كننقيو غير شي شوية ولكن كنبقاو محافظين على الشكل ديال الدنجال، وتنغسلو مزيان وتنقيو مزيان وتناخدو وتنقسمو على ربعة على الطريقة دي، وتنوضع وسط منه الملحة يعني باش كيشرب ليا الملح مزيان، وتنوضعو في واحد المقلات اللي كتبخر ليا بطبيعه الحال. هنا في نفس الوقت انا غادي نوريكم طريقه ديال خيزو اللي تنقطعو باي طريقه نتوما بغيتو. انا مقطعه هنايا تقريبا مكعبات. في نفس الوقت يعني غنستغل الفرصه، غادي نسلق خيزو وغادي نوضع فوق منه الدنجال اللي تبخر، يعني خيزو تا هو راه تنسلقو بشويه الملح كيف ما شفتو معايا. في نفس الوقت غادي نوضع هنايا مع الدنجال واحد ربعه حتى الخمس سته الفصوص هنايا ديال الثومه وغادي نوضع في نفس الوقت الفلفله. انا ما غنوضعهاش دابا، من بعد نخلي الدنجال شويه يتبخر ياخد وقته حتى كنقرب نطفي عليه، وعاد كنضيف الفلفله كيف ما شفتو معايا دابا. هنا من بعد ما تبخر لي الدنجال والفلفله والثومه، الفلفله انا حيدت ليها القشره ديالها، والثومه نتوما تتشوفوا ساهله يعني ملي كتبخر مجرد ما تحيد لها القشره ديالها كتخرج فاسيلمون. بالنسبه للتوابل اللي غنحتاج التحميره، الكمون، فلفله حاره، بابريكا حاره، وشويه الهريسه كيف ما شفتوا معايا. بالنسبه للملحه ما درتش، من بعد غندوق واش خاصني الملح. عندي المعدنوس وعندي ربع كاس ديال الخل. الدنجال هنايا كنخليوه ليله كامله باش كيتسقطر على خاطرو، يعني كيف ما شفتوا هنا كيخرج داك الماء، فمن الاحسن يعني خليوه ليله كامله الا ما كنتوش زربانين. غادي ندوز نطحن الفلفله والثومه. هنا من بعد ما طحنت الفلفله والثومه تنضيف على التوابل اللي عندي اللي ذكرت لكم، وهي بابريكا والكمون وشويه البابريكا حاره والهريسه والمعدنوس وربع الكاس ديال الخل وشويه ديال زيت الزيتون زيت العود. كنخلطهم مزيان. هنا لاحظتوا انا راه ما درتش الملحه، لانه ما تنساوش حنايا بخرنا الدنجال بالملحه، ولكن نتوما الا لقيتو شويه ناقص كتزيدوا واحد شويه بطبيعه الحال. صافي، من بعد ما تنخلط لا ماريناد مزيان التتبيله، كناخذ الدنجال و يعني كنحاول ما امكن ندخل لي ديك لا ماريناد مزيان من الفوق من الوسط ديالو كيف ما تتشوفوا. صدقوني هاد المخلل ديال الدنجال تيجي غزال، وكيف ما قلت لكم تيبقى مده في الثلاجه محافظ عليها. من بعد كنديروه في واحد تيبيغوار اللي تيبقى في الثلاجه. ودابا غادي ندوزو الخيزو. طريقه وهي كناخذوا واحد المقلات او لا طنجره تنوضعوا فيها الثومه مهروسه تقريبا واحد جوج او لا ثلاثه ديال الفصوص اللي كيكونوا بحجم متوسط ديال الثومه، كيتقلى غير شي شويه، وكنضيف عليها جميع المكونات اللي عندي من ضمنهم المعدنوس
ودابا غادي نضيف التوابل اللي عندي هنايا، نص تقريبا معلقة ديال الكمون، كذلك بالنسبة للتحميرة، وشوية ديال البزار، وغادي نضيف واحد شوية ديال الهريسة بالنسبة اللي تيبغي الحار، وشوية ديال الملح. فما تنساوش سلقته بالملحة، دائما كنضيف الملح على حسب الذوق، وكندير عيني ميزاني، يعني راه ما خصنيش نكثروا الملح بزاف. صافي تنخلط المكونات، كياخذوا غير واحد الوقيت شويه في التشحار، ومن بعد كنضيف عليهم تقريبا واحد نص كميه ديال الماء، انا واخا كتشوفوا هاد شويه الماء، ولكن انا من بعد راه ضفت الماء، يعني كيف ما قلت لكم نص كاس ديال الماء تقريبا، وكتخليوه كياخذ وقته تقريبا واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. ودابا كنضيف عليه خيزو، وكنضيف واحد شويه ديال السكر حبيبات سنيده يعني، وتنخليهم يتشحروا واحد شويه كيف ما قلت لكم على عافيه مهيله تقريبا مده ديال 15 دقيقه. صافي تنطفي عليه. ودابا غندوزو للمقبله الثالثه وهي الرجله. من غير الرجله باللغه العربيه ما عرفتش ليه، سمحوا لي. كان عندي مطيشه محكوكه جوج حبات، وعندي الزيت نص كاس ديال زيت العود والمعدنوس. بالنسبه لقامة الثومه الملحه الكمون والفلفله حاره والبابريكا، كناخذوا طنجره الضغط، لانه من الاحسن انا شويه كنت زربانه غنسد عليها. اللي ما زربانش كيديرها غير في واحد المقلات وتغطيها وتتخلى طيب على خاطرها، بحال لي زيبيناغ تقريبا، بحال الخبيزه. كنوضع مطيشه الزيت والثومه، كنخليهم ياخذوا واحد الوقت ديالهم في التشحار. صافي، وعاد كنضيف عليهم الرجله. نيم طبيعه الحاره تنجيبوها تنغسلوها مزيان حتى كتنشف وتنقطعوها، وكنضيف تقريبا نص يعني واحد الكميه ديال المعدنوس ضروري، والتوابل كذلك، يعني عندي غير الملحه والكمون والبابريكا يعني التحميره. وغادي نضيف حتى الهريسه من بعد، يعني الفلفل الحار. دائما الانسان على حسب الذوق بالنسبه للحار وبالنسبه للملح. صافي تنخلط مزيان المكونات وتنسد عليها وتندير عافيه مهيله حتى كطيب على خاطرها، يعني مرة ما درتش هنايا الماء نهائيا. من بعد راه كنضيف الحامض مصير والزيتون في الاخير، والمقبلة الأخيرة وليس أخيرا بالنسبة لوصفاتي كناخد يعني الفلفلة اللي عندي تقريبا، أنا جوج حبات من الفلفلة حمراء، جوج من الفلفلة صفراء، وجوج من الفلفلة خضراء، اللي كنوضع الزيت وغادي نديرهم في الفران حتى كيتشواو في الفران. من بعد ما تيتشواو كنديرهم في واحد الإناء وتنغطيهم بفيلم أليمونتير وتنخليهم على خاطرهم. وكيف ما كتشوفوا هنا يعني راه ساهله باش كنحيد القشره ديالتها.
وكنحيد لها الزريعه يعني اللي كتكون في قلب الفلفله لداخل. انا هنا راني ديجا قطعت يعني الفلفله اللي عندي كلها، فانا غير بغيت نوريكم كيفاش كتقطع على هذا الشكل هذا طولي، والحجم كيكون يعني ماشي رقيق ماشي متوسط، وكنخليها ليله حتى هي كامله كتسقطر. دابا نوريكم ان شاء الله الغد كيفاش غتكون، شفتوا شو الماء اللي كتخرج، يعني خصها تسقطر عندك هي والدنجال ضروري ما خصهم يتسقطروا. من بعد كناخذ هنا تقريبا عندي شي 5 الفصوص ديال الثوم بالنسبه للكميه ديال الفلفله اللي ذكرت لكم اللي شفتوا معايا، يعني كل شيء واضح. فكنقطعهم على هذا الشكل هذا على 4 بالنسبه للثومه اللي كتبان لكم كبيره قطعوها على 4، اللي صغيره قطعوها على 2، كتبقى على هذا الشكل هذا. كناخذ واحد المقلاه كنوضع فيها الزيت، زيت الزيتون طبيعه الحال، وكنوضع الثومه اللي كتاخد مجرد كتاخد غير يعني كتبداو غير تشموا الريحه ديال الثومه صافي كتضيفوا عليها الفلفله. ومن بعد كنضيف الملحه اللي طبيعه الحال على حسب الذوق، وكنخلي الفلفله تشحر حتى كتنشف من الماء تماما، حيت من بعد راه كتطلق الماء وحتى كيولي يبان ليا غير الزيت، يعني كميه الزيت اللي انا ضفت صافي كنعرف راه وجدات. وعاد كنوضع في الاخير معلقه كبيره ديال الزعتر كيف ما تشوفوا معايا. وفي الاخير هادو هما مجموعه مقبلات، عندي تنجال وعندي رجله وعندي خيزو والفلفله في الاخير. وكنتمنى نكون عند حسن ظنكم كيف ديما، والى وصفه قادمه ان شاء الله. الى اللقاء.